احنا واقفين ما بين الحيطتين، ما بين الحيطتين، الحيطه اللي جوه والحيطه اللي بره الفن ده المسرح، اوكي، او الاوديون او الكاتيريو وات ايفر، تمام. زي ما احنا شفنا او وريتكم كده في الصوره ان الوولز اللي بتستخدم لبناء هذا النوع من الابنيه سواء مسرح او امفيثياتر او بلاتيريوم وات ايفر بتعتمد على جود نمبر اوف ارشز، مجموعه من العقود اهي، خلاص، سواء في الجدار اللي جوه والجدار الايه اللي بره، تمام. طيب الجدار اللي جوه، خلينا في الجدار اللي جوه. الجدار اللي جوه هو اللي بيرجع للعصر البيزنطي، بيستخدم فيه لان من سمات العصر البيزنطي في هذه الفتره استخدام بلوكس اكبر في الحجم من العصر الروماني، وهي ديت اللي تم بنائها حديثا، يعني بعد العصر الروماني هم صغروا المساحه، اوكي، يعني ده القديم، ده الرومان، راحوا مصغرين المساحه وبانيين حيطه وواصلين الحيطتين ببعض، شايفين، من خلال حاجه كده اسمها فوماتوريا، تمام. فدي الحيطه البيزنطيه وبتعتمد على مجموعه من العقود، وبنقول ان هي تقريبا قطرها 13.5 متر من الناحيه دي كلها، وبتستخدم فيها البلوكس الكبيره دي، طريقه البنى في هذه الفتره. طيب الجدار الخارجي وهو بيرجع للعصر الروماني، عرفت منين ان هو من العصر الروماني؟ لان هو عاده بيستخدم، الرومان كانوا بيستخدموا الطوب الاحمر في بعض الاحيان، خلاص، بالتبادل مع الاحجار، ده سمه كده من السمات الرومانيه، بالاضافه ان الاحجار، اشكال الاحجار او اصغر شويه من البيزنطي، يعني المساحات بتاعه الحجر او الدايمنشنز بتاعه الحجر اصغر، اوكي، ده تقريبا قطره 33.5 متر. طيب الاثنين تم ايصالهم بحاجه اسمها او ديفرنت دورز، اهي شايفين الدورز، اوكي، الدورز ديت او الارشز بتتسمى فوماتوريا. فوماتوريا ديت انا وصلت بيها الجدار اللي بره بالجدار اللي جوه، علشان ايه؟ علشان اقوي المبنى، عشان هو طول الوقت كان خايف ان المبنى ينهار للمره الثانيه، اوكي، مفهوم الجزئيه دي. عمل حركه تدعيم زياده ان في الجدار الخارجي عمل حاجه اسمها دعامات، وهنشوفها مع بعض واحنا ماشيين كده، مجموعه من الدعامات، عارفين البيلر، مش الكولوم، البيلر، بس كبيره شويه، اتنين هنا واتنين الناحيه ايه الثانيه في الجدار القديم الروماني، ماشي، ده كمفهوم. يبقى here we are standing in the middle between the first wall and the second wall supporting the 13 steps. Here this wall is the original one. This is the most ancient wall. It dates back to the Roman period. And the diameter of this wall is about 33.5 meters. The Romans, the traditional type of building during the Roman period is using red bricks and blocks alternatively, and having smaller dimensions of blocks than the Byzantine period, and according to the tradition of building theaters, amphitheaters, and audience, usually the walls were shaped in the form of number of arches joined together, allows in order to afford the pressure of the steps. Okay, so this is the first one. After the earthquake, as we said, the area of the building, okay, became smaller in size, okay, and this wall was built. This wall is most modern, the more modern one. It dates back to the Byzantine period, and as we can observe here, the blocks are larger in the dimensions, and the red bricks are no longer used. The diameter of this wall is about 13.5 meters, and finally, the two walls are joined together by number of arches or number of arched doors. Okay, the arched doors are called vomatoria. The arched doors are called vomatoria. So what is the meaning of vomatoria? Number of doors supporting or joining the two walls together. In order to give more stability for this wall was originally built with four buttresses, four big pillars, okay, from here in the first side, two in the first side, and the eight to others in the other side. ماشي، مفهوم الجزئية دي عشان دي بس اللي ايه صعبة شوية في المسرح، تمام؟